وبعنوان ضربات موجعة للرقابة الإدارية ضد الفساد في جميع القطاعات، كتبت جريدة الجمهورية توجيه هيئة الرقابة الإدارية لسبع ضربات النهاردة ضد الفساد والرشوة والاستيلاء على المال العام، وتم ضبط 12 موظف بالطيران والجمارك بتهمة الرشوة، كمان مسؤول بكهرباء الإسكندرية ومدير عام بهيئة الثروة المدنية متلبسين برشوة، وضبط مدير أملاك السويس واثنين من كبار المسؤولين تهربوا بالفعل من سداد 25 مليون جنيه واسترداد 1.5 مليون جنيه من مسؤولين بحسابات مستشفى تعليمي.